يقول هناك بعض العلماء ينكرون كثرة الشروح على كتاب معين لأنه بذلك تهجر الكتب الأخرى التي تحتاج إلى شرح، فهل ما يذكرونه صحيح؟ هؤلاء جهال ما يعرفون قيمة الكتب، ما يعرفون قيمة الكتب، كتب تختلف ما هي على حد سواء، بعضها أوسع بعضها أعمق في العلم بعضها آصل في العلم، تختلف الكتب كل على حسب ما آتاه الله عز وجل، وكثرة الشروح فيها زيادة خير وزيادة فائدة. نعم، كل ما كثر العلم فهو خير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم، ولكن هذا ربما أن في نفسه شيء على كتاب التوحيد فهو يحسده على كثرة الشروح التي عليه. نعم.